والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. لازلنا مكملين مع جملة فور إن. المرة دي هنستخدم الجملة دي تجمع في إن إحنا نادي على methods. طبعا أوكي جميل. خلونا نبدأ كده الفكرة ببساطة. هنعرف object. الأوبجكت ده هيكون في حاجات كتير. نعرفين الأوبجكت ممكن يكون جوا منها حاجات كتير. أنا بقى نحط جوا الأوبجكت ده يا جماعة functions. تمام كده؟ حلو خالص. وأي functions يا جماعة بتبقى inside object بنسميها method. وإحنا بقى عايزين ننادي على إيه؟ على الميثودز اللي جوا الفانكشنز دي. ديت الفكرة ببساطة. حلو. خلينا نبدأ كده تعريف الفاريبل الكبير بتاعي. ادي فار الاوبجكت او يساوي وده انا هحط فيه القيم بتاعي. اول قيمة اكس هخليها فانكشن. تمام كده؟ يبقى اي فانكشن. الفانكشن ديت يا جماعة انا مثلا هحط فيها، خلينا نكمل بس علشان ما ننساش البرنتسيس، وادي كوما علشان فانكشن جنبنا. انا هحط فيها مثلا بارامترين، البارامتر الاولاني A والبارامتر الثاني B مثلا، وهقول له فيها جوا منها مثلا كونسول، نفذ لي كونسول دوت لوك. انا سميتها ايه؟ ماشي مش مشكلة، هخليها تعمل عملية زائد جام، يعني A زائد B. قالوا كده انا عملت كولينج، بس انت عارف ان انا ايه عملت كولينج ولسه ما عملتش ديكلاريشن. عادي ممكن انا كده كده في الفانكشن بمشيها على نصين، نص بعمل كولينج وبعدين بعمل الايه الاساينمنت بعدين. يعني الفانكشن دي مش هتعمل اي حاجه، انا بس بعرفها ان فيها اتنين برامتر. المفروض لما اجي انادي على الفانكشن انادي على الفانكشن اكس وايه واحط بقى الحاجات اللي فيه. تمام اوكي. ده بالنسبه ل انا خلصت كده الفانكشن الاولانيه كونسول لوج. ماشي اوكي جيد. نبدا طيب الفانكشن الثانيه مع الفاريبل مثلا واي وهنخليه برضو دايت فانكشن. الفانكشن ديت هنحط فيها برضو بارامترين وكوما عشان الفاريبل الثالث، نفس البارامترين هنقول مثلا a كوما b، وده هنخليها سبتراكشن مثلا. هنقول له ايه كونسول انت اطرح لي بقى a و b. تمام كونسول لوك ونقول فيه A minus B. دي هتنفذ لي الجانب ذات يعني. اوكي. ومثلا نقول Z الحاجة الثالثة نخلي مثلا رقم واحد. تمام كده؟ يبقى انا عندي كده اثنين فانكشن جوا الاوبجكت هسميهم ميثود. تمام كده يا جماعة؟ من تاني معلش من تاني. كلكت من تاني بنقول هو الاوبجكت ممكن يشيل جوا منه حاجات كتير. انا لو اهو في الحالة دي بقول Z وديته القيمة واحد. ده اسمه بريمتيف، يعني انا اسندت له قيمه. تمام كده؟ لكن لما باجي بسند له فانكشن دي بسميها ميثود. تمام كده؟ ده الشات. فانا عندي بريمتيف فاليو اللي هي قيم الزد، وعندي ميثود الطريقه اللي فيها انا بستخدم فانكشن، او مثلا بستخدم اري وفيها ميثود عاديه زي مثلا الميثودز اللي بتشتغل مع الديتس او كده. ده جانب احنا عارفينه يعني. تمام انا طالما استخدمت الميثودز اللي احنا سبق ان احنا اتكلمنا فيها سلايز وي والكلام مع الميثودز اللي بتشتغل مع الاري والميثودز اللي بتشتغل مع نمبرز والميثودز اللي بتشتغل مع السترينجز والميثود اللي بتشتغل مع الديت والميثودز اللي بتشتغل مع الاري، واتكلمنا كتير في موضوع الميثودز ده. يمكن يكون الجانب اللي احنا ما اتكلمناش عليه لما انا اسند قيمه فانكشن لفاريبل ده بيبقى اسمه ميثود ان جافا سكريبت. حلو الكلام اوكي. ده بيكون كفايه خالص للاوبجكت بتاعي. لو انا قلت له لو انا جيت ناديت على الاوبجكت هيقول لي بص اي يا سيدي انا عندي زد اكس ذات فانكشن وواي ذات فانكشن وزد ذات بريمتيف قيمته واحد. جميل جميل الكلام. انا بقى انت عايز ايه؟ انا عايزه يطلع لي القيم اللي يعني بلاش نطلع، انا عايز في انادي على الفانكشنز ديت يا جماعه عشان انفذها. ها؟ او بلاش نقول ننفذها، خلونا نراجع مره ثانيه كده على الموضوع. لو انا كنت عايز انفذ القيمه دي تمام؟ الفانكشن بتاعت اكس، الفانكشن اكس اللي هي بتعمل لي مثلا انا عاملها جمع يعني تمام؟ فبقول او دوت انت فهمت القصه اكس عشان ادخل جوه، وبعدين ببتدي احط ايه؟ الاثنين برنتسيس تبعي واحط البارامترز، احط الارجيومنت بتوع قيم الاي والبي. يعني مثلا حطيت واحد كوما 3 اكسبكتد اللي في بالك اللي هيحصل هيطلع لي 4. يعني هيقول لي انت عايز الاوبجكت او عايز منه ايه؟ عايز اكس.
هتعمل في اكس ديت عباره عن فانكشن فيها ايه، فيها اتنين بارامترز مطلوبين الاي والبي، حطيت القيم الاي والبي هنفذ لك المعادله، فنفذ لي الجاما. نفس الكلام على الاي على الواي هينفذ لي عمليه الطرح. ايه الكلام ده اتسبق ان احنا حكينا فيه. لا مش عايزينه، احنا عايزين ايه يا جماعه؟ احنا عايزين نوصل لان هو يطلع لي الفانكشنز الاكس والواي، ها بس يعني شيك على الفانكشنز بس، ها او انادي على الميثودز بس، يعني انا مش عايز اقوم بعمليه جامع. ماشي، فهقول له بقى فور انا ما عرفتش فاريبل فممكن اعرفه دلوقتي يعني. تمام، خلونا بس نفتح البرنتسز وندي لنفسي سم سبيس وندخل جوه. هو جوه حاضر تاني فور جوه هنا ابتدي اعرف الفاريبل فار مثلا انا اسميه بروبرتي عشان نمشي مع المثال يعني. var property اعرف متغير ان وهحطه جوه الاوبجكت او. تمام، واقول له والله هستخدم بقى ايه جمله ديف. انا عايز اطلع الميثودز اللي ها الميثودز اللي هي فانكشن، ها يعني انا اقولها تاني ازاي يا ربي؟ انا بقول لك ان ايه، ان الفانكشنز لما تتحط او لما تتساوى بالقيم دي بيبقى اسمها ميثود. يعني انت عندك اتنين ميثود، الميثود اللي احنا اتعلمناها والميثود اللي فيها بسند قيمه او بسند فاريبل لقيمه فانكشن، فبيبقى اسمه ميثود. حلو كده. فانا مستخدم برضو طيب اوف علشان اطلع ايه الكلام ده، فهقول له اف وافتح الامور ديت واقول له والله هقول له اف المره دي طيب اوف طيب اوف، طبعا طيب اوف محتاجه برنتسيس. اه بقول له طيب اوف ايه نفس السيناريو بتاعي الاوبجكت او ماله اللي فيه البروبرتي. المره دي هنسخ عشان ايه ما تلخبطش. لما يكون لما يكون التايب اوف ماله ده يا جماعه از ايكوال تو ايكوال تو ايه، هقول له ايكوال تو فانكشن عشان يكون مساوي للفانكشن. يعني ايه انا عايزه يكون مساوي للفانكشن، فبالتالي اللي هيحصل هقول له كونسول دوت لوك. لا انا هقول له كونسول دوت لوك على نفس المثال اللي انا كنت شغال عليه او وبعدين البروبرتي، يعني اكتب لي. فبالتالي انت عرفت المثال ده هيحاول يطلع لك ايه، انا كده قفلت الامور دي. المثال ده هيحاول يطلع لك ايه الفانكشنز اللي موجوده جوه الاوبجكت ده، فاهمني؟ يعني لو انت كده عملت له مثلا انتر خلينا نمسح المسافه دي، ولو انت عملت له انتر راح يطلع لك الفانكشنز، هيطلع لك الفانكشن ايه وبيقول لك والله ديت عباره عن شكل ديت لاين عشان مساله السطر. احنا مش عايزينها ديت، احنا مش عايزينها ديت دلوقتي. هو هيطلع لك الفانكشن بتاع البي يعني. جميل، انت بقى لو حاولت تنادي عليها بس اكشولي بالبروبرتي على طول من غير ما تحطها في طور انها عباره عن اوبجكت، يعني لو ناديت على البروبرتي بشكل مباشر من غير ما تسند لها قيمه الاوبجكت، فاهمني؟ ورحت عامل انتر هروح مطلع لك الاكس والواي اللي هم ايه؟ اللي هم اكس ده اللي هو عباره عن فانكشن والواي دي اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن الفانكشن. فانت بالتالي بكده عرفت تدخل على ايه؟ انك تنادي على فانكشن. تمام كده؟ أو تطلع فانكشن من جوه اوبجكت، وده الموضوع اللي احنا كنا عايزين نحكي فيه، بس نحكي ليه من باب ان احنا نحاول نربط المفاهيم ببعض. هي فقط فكره توضيح مفهوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.